السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح الدوال المعرفة. الدوال المعرفة هي دوال معرفة في لغة البرمجة اللي هي Visual Basic .NET ويتم استدعائها مباشرة. ومن أمثلتها: 1 الدالة is numeric، 2 الدالة show، و3 الدالة now. وهناخد كل واحدة تفصيلا باستفاضة. وأول دالة، الدالة is numeric، تستخدم في اختبار القيم هل هي رقمية أم غير رقمية. والدالة is numeric لها ناتج إما true في حالة إذا كانت القيمة رقمية، إما false في حالة إذا كانت القيمة غير رقمية. مثال، وده مثال على دالة is numeric. أنا هنا نزلت label وبوتون وباستخدام خاصية text كتبت is numeric على البوتون، وسميت برضو من خلال خاصية text بتاعت الفورم كتبت برضو is numeric. وهنا في ال double click على البوتون هنا الأمر بتاع يعني استدعاء الدالة بيتكتب في الأوامر بتاع البوتون. بنعمل start debugging للبرنامج ونشوف هنا لما نضغط is numeric يدينا false، لأن هنا القيمة المدخلة حرفية فطبعا هدينا false. لكن لو عملنا start debugging كده مثلا خليناها so رقمية، عملنا start debugging وضغطنا على is numeric هتديني 2. طبعا ده مثال بسيط ونتابع الشرح. وتاني حاجة الدالة شو بتستخدم لإظهار صندوق الرسالة اللي هو ميسج بوكس يعني، ويتحدد محتوياته حسب الوسائط المعطاة. يعني مثال، وده مثال على الدالة شو. طبعا هنا في الفورم نزلت بوتن وبوتن واحد بس كتبت عليه كلمة شو من خلال خاصية تكست، وبرضو في الفورم كتبت شو من خلال خاصية تكست برضو. ونضغط دبل كليك على الزر شو هيظهر لنا يعني الأكواد الخاصة بالبوتون. لما كتبت البوتون 1 نكتب مسج بوكس دوت شو قوسين وبعد كده نعمل علامتين صنصيص اللي هما دول، ونكتب مثلا محتوى الرسالة، محتوى المسج بوكس فاصلة وعلامتين تنصيص تانيين نكتب فيهم مثلا العنوان بتاع الرسالة، عنوان المسج بوكس. يعني مثلا لما نيجي نعمل ستارت ديبجنج هو ده البرنامج، بنضغط مثلا على شو دي بتظهر لنا زي ما انتم شايفين تسجيل بيانات جديدة اللي هو العنوان، تم تسجيل البيانات اللي هو المحتوى بتاع محتوى الرسالة يعني. ونتابع الشرح. وتالت حاجة والأخيرة الدالة ناو. الدالة ناو بتستخدم لعرض التاريخ والوقت الخاص بنظام الكمبيوتر. يعني نشوف مثال، وده مثال على الدالة ناو. طبعا زي ما انتم شايفين انا برضو نزلت بوتون واحد وسميته ناو من خلال برضو خاصية تكست، وبرضو نفس الامر في الفورم بنضغط دبل كليك على الزر بوتون هذا لنا الاكواد الخاصة بيه الخاصة ببوتون وان. يعني بنكتب مسج بوكس دوت شو كوسين كوسين دول، بعد كده ناو، بعد كده جنبها كوسين فضيل، وبنعمل ستارت ديبجنج مع بعض، وبعد كده بنضغط ناو بتظهر لنا الرسالة دي. الرسالة دي وفيها كل ال يعني الوقت والتاريخ النهاردة 12/3/2015 الساعة 6:30 و5 فعلا. نضغط اوكي. وده يعني كان مثال بسيط على الدالة ناو.
ونتابع الشرح. هام. واحد، جميع الدوال لها نواتج. جميع الدوال تستخدم في الطرف الأيمن من معادلة التخصيص. 3، بعض الدوال لا تأخذ وسائط مثل الدالة ناو. 4، الإجراءات لا تستخدم في أي جملة تخصيص. 5، إجراء الحدث هو إجراء من النوع صبر. 6، وسيط الإجراءات يمكن أن تكون قيمة مجردة أو متغير أو دالة. تذكر، 1، المتغيرات يمكن تخصيص قيمة لها أثناء الإعلان عنها أو أثناء التشغيل. 2، الثوابت يمكن تخصيص قيمة لها أثناء الإعلان عنها فقط. 3، الدوال لا يمكن تخصيص قيم لها، ولكن تستدعى الدالة بأسمائها فتنطق قيمة. كان معكم إسلام خميس.